تتبعي قناة شوف تي في المباشرين مدينة الرباط، معنا مدى فتحة البقالي عضو الشبكة الإفريقية للنساء. اليوم عندنا يعني مع واحد حوار على التمدرس عن بعد، نعرفوا الإيجابيات والسلبيات. عرفت بلادنا في الأونة الأخيرة يعني انتشار كوفيد 19، وهذا مما أدى إلى إغلاق مؤسسات تعليمية والكليات والجامعات، واضطررنا لاستعمال التعليم الإلكتروني أو ما يسمى التعليم عن بعد. فهذه الآلية التي هي تعتبر آلية في التكنولوجيا الرقمية، وبلادنا اندمجت فيها يعني بشكل متعثر، ولهذا يعني كل أمل ديالنا أن تبذل مجهودات كبيرة من أجل توسيع وتعميم التعليم الإلكتروني، ولكن هناك صعوبات متعددة. فإذا كانت مجموعة من الدول يعني منها التي حصلت، نجد أن من وجد من حصل على الدكتوراه ومن حصل على التعليم يعني وعن تكوينات مختلفة يعني عن بعد عبر التعليم الإلكتروني في مجموعة من الدول مثل كندا وبريطانيا وبعض الدول العربية مثل السعودية وغيرها، إلا أن المغرب لم يندمج في هذه التجربة ديال التعليم عن بعد، يعني بل كان يعني هناك تخوف من التعليم الإلكتروني، غير أن هذا التعليم الإلكتروني له إيجابيات كثيرة. فأولا بالنسبة يعني للتعليم الجامعي أو التعليم الثانوي فهو إيجابي، لأنك يسمح للطالب أنه يمكن له يرجع للمحاضرة، ويمكن أن يعني يستوعب من جديد، وأن في أي زمان أو مكان يعني هو صديق للبيئة، بحيث أن استعمال الورقي يكون منعدما، لأن وهذا يعني إيجابي، لأن نحن كنعرفوا نسبة ديال الأشجار اللي كيمكن لها تقطع وتؤثر على البيئة، يعني باش نحصلوا على مجموعة من الأوراق، بالإضافة إلى أن نقص العدد ديال الطلبة ما كيستعملوش يعني وسائل النقل اللي منها كيكون يعني تلويث البيئة. فإذا التعليم الإلكتروني هو صديق للبيئة، والمغرب كيف ما عرفنا أن في كوف 22 كانت عنده التزامات دولية من أجل المحافظة على البيئة، فإذا هذا شيء إيجابي. بالإضافة إلى أن التعليم الإلكتروني يعني يسمح للتلاميذ والطلبة بأن يمكن لهم يعني كل ما مر عليهم من المحاضرات أنهم كتكون مسجلة، وبالتالي يمكن الرجوع إليها في أي وقت من الأوقات. ويعني نعتز بأن يعني المغرب أن بدل واحد المجهود ديال تغطية 80% يعني حسب تصريح السيد وزير التربية الوطنية، أن 80% تغطات من المؤسسات التعليمية تغطات يعني بالشبكة من أجل أن يحدث هذا التواصل ما بين التلاميذ والطلبة. إلا أننا نسجل بالرغم من هذه الإيجابيات التي ذكرت بأن هناك سلبيات كثيرة. أولا أن انعدام الصبي في العالم القروي، ونتساءل إذا كان 80% من المؤسسات التعليمية قد تم تغطيتها، فما هو مصير 20%؟ هل هؤلاء ليسوا أبناء الشعب المغربي؟ واش هما من العالم يعني العالم الغير النافع في المغرب الغير النافع؟ فإذا العالم القروي والمدار الحضاري يجب الاهتمام به. وأعتقد أن الاقتراح ديال أن الألواح الإلكترونية والهواتف اللي خصها توزع على أبناء العالم القروي من حقهم، لأن المجتمع المغربي هناك اقتطاعات من جيوب الشعب المغربي وتؤدي الضرائب، بالرغم من الأزمات اللي عرفنا وكنلاحظنا أن ارتفاع في يعني في مهويل يعني في الفواتير ديال الكهرباء وديال الماء، يعني كاين مشاكل أن مداخل كانت كثيرة. جلالة الملك مسجل بإيجابية أنه يعني رصد صندوق كورونا يعني العديد من المبالغ، رصد مبالغ مهمة اللي ساهم فيها الشعب المغربي كاملة، مش يعني لا يساهم فيها رجال المال فقط، راه تم الاقتطاعات من الموظفين، وتم الاقتطاعات سميتو الأجراء. فإذا هنا المغاربة كلهم وقفوا وقفة واحدة من أجل تجاوز أزمة كورونا يعني ومساهمة يعني وإخراج أبنائنا من أجل الطلبة والتلاميذ من أنهم يتلقوا التعليم بأي شكل من الأشكال، إما التعليم الحضوري الذاتي وإما التعليم عن بعد عبر يعني التعليم الإلكتروني. ف
فإذا التعليم الإلكتروني بالنسبة للعالم القروي فيه صعوبات كثيرة، وتنحتوا الحكومة أن ماشي يعني هذا العدد القليل ديال العالم القروي هو فقط اللي غلب الحكومة وما خلاهاش أنها تحصل على المداخيل، راه كاين مين يجيبوا الفلوس. فاذا هذه الفلوس خصها تلقى في اقرب وقت ممكن، وما يبقاش يبقى يمكن يبقى غير وعد. السيد وزير التربيه والتعليم قال لك سنجد متى، راه خص يكون هذا الشيء سريع، لان من حق يعني حق دستوري، التعليم هو حق دستوري بل هو حق اممي كتنص عليه المواثيق الدوليه. فاذا هذه هي كل ما بالنسبه للسلبيات. كذلك ان التعليم الالكتروني في صعوبات اللي يمكننا اللي غادي نتكلموا عليها، ان الاسر تلقى عليها واحد يعني واحد المسؤوليه كبيره جدا، بالاضافه الى ان الاسر هي التي قررت هل التعليم عن بعد او التعليم حضوري. فالاسر يعني بالنسبه للموظفين او الاجراء اللي كيكونوا في الامهات اللي كيكونوا في العمل، راهم يعني الابناء ديالهم كيبقاو 3 ايام في البيت، يعني ما كاينش اللي كيقابلهم. وهذا التعليم الذاتي اللي كاين او التعليم الالكتروني الى جانب التعليم الذاتي كيطلب من الام انها هي اللي كدير واحد المجهود كبير من اجل ان يستوعب التلاميذ الدروس، خاصه اذا كنا كنتعاملوا بالواتساب. فاذا تخيلوا معي ان هذه الاليه ديال الواتساب، ان الاستاذ او يعني او استاذه يعني تعطي للمتلقي التلميذ يعني مجموعه من الادوات، وديك الادوات يجب ان يستوعبها التلميذ. فاذا من يفهم من يعني يساعد الابناء على هذا الاستيعاب هي الام هي الضحيه رقم واحد، والاب الضحيه رقم جوج. فاذا وكنسجلوا بايجابيه تحيه للام المغربيه، لان برنامج تيسير اللي كان في الحكومه السابقه، ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام بواحد الدراسه وعطى الدعم للاباء، كما انه في واحد الجهه عطى الدعم للامهات. الدراسه ماذا قالت؟ قالت بان الدعم اللي تعطى الامهات، ان برنامج تيسير نجح، وبان الهدر المدرسي توقف، لان الام هي التي تكلفت يعني بتلك الاعتمادات الماليه التي رصدتها الحكومه في برنامج تيسير. بينما بكل اسف ان الدعم اللي تعطى الاباء، ان يعني ما كانش الرصد ديال هذا، ماشي كلامي، هذا كلام المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي قام بدراسه مهمه. فاذا بالنسبه للتعليم الالكتروني، احنا كنقولوا بان خلق بالنسبه للاسر الأسر المغربية اللي في التعليم الخصوصي، أنها ما كان عندها يعني خدات التعليم الإلكتروني بواحد الإيجابية ياك، وما كانش عندها مشكل. ولكن التعليم الإلكتروني في القطاع الخاص خلق إشكالا ما بين الأسر وبين المؤسسات الخصوصية، وتعرفون جميعا يعني ماذا وقع في يعني في السنة الفارطة من إشكالات، من عدم الرغبة في الأداء، ويعني أن التعليم الخصوصي نزل على الوالدين بواحد يعني بواحد المبالغ مالية كبيرة جدا. فكنعرفوا المؤسسات التعليمية القطاع الخاص اللي كيتأدى في الشهر 4000 و5000 درهم، وهذا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني راه ما يمكنش الأسرة المغربية تأدي هذا الثمن في الشهر الواحد، فما بالك يعني من جمعة أشهر من شهر 3 فما فوق. فإذا بالنسبة للتوصيات، أننا كنقولوا لابد من أن تسريع ديال يعني تعميم الشبكة من أجل أن يتمكن يكون تكافؤ الفرص ما بين الجهات، أولا ما بين العالم القروي وما بين العالم الحضري والمدارات الحضرية، تكافؤ الفرص ما بين التلاميذ يعني في المؤسسة التعليمية في القطاع العام والقطاع الخاص، يعني توفير تعميم الشبكة في 20% التي في المؤسسات اللي تكلم على السيد وزير التربية الوطنية واللي ما لحقهاش الشبكة. هذه كلها توصيات التي يجب تسريعها. التوصية الرابعة هو تعميم توزيع يعني اللوحات الإلكترونية والهواتف على الأسر المعوزة، لأن الفقر وأحزمة الفقر منتشرة، وأن إذا ما كانش توزيع ديال هاد الوسائل ما يمكنناش نتكلموا على التعليم الإلكتروني اللي الوزارة باغا تتكلم فيه. وحنا هاد الشيء راه بسرعة خصو يكون، لأن الدار البيضاء هي تسدات، الدار البيضاء تسدات، وما يمكنناش ننتظروا حتى تسد مدن أخرى. طنجة مسدودة، فاس مسدودة، مؤسسات تعليمية كتغلق
باجمعها. فاذا كيف ما هو المصير الى انتشر المسار ديال كوفيد، وان كنا مازال ما قمنا بهذه الاجراءات يعني استعجاليه من اجل تعميم الشبكه ويعني توسيع التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد. بالنسبه للاستضعاف، بان الكوفيد مرات عليه اكثر من 6 شهور، يعني العام فات لقاو لنا صعوبه التعليم عن بعد، لان العالم كما قلتي على حساب الكيربين، على حساب الانجليش ما كاينش، وحتى الوالدين اللي غادي يقراو ويتبعوهم ولاو الاباء اللي كيديروا كل شيء. انا مشاكل عندي من الخلاص، يعني كما قلتي المغرب الخوف فيا، ما يعني 4,000 5,000 درهم يعني الثمنه مازالوش، يعني شي كاين التعليم على بعد، كاين اللي خدموا مزيان وكاين اللي ما خدموش مزيان، لان اول خطره يعني كنعرفوا بان بلاد ديال النار اول خطره كتبدا التعليم على بعد، يعني صعيب باش يعني باش نتوافقوا على هذه النقطه، ونعرفوا يعني شنو هو السياسة الايجابيات والسلبيات. نعم ايجابيات تكلمت على فهمتي عليا؟ لا نعاود بالنسبه للحلول، الحلول من اجل تعميم التعليم الالكتروني، اولا لابد من دورات تكوينيه للاساتذه ورجال التعليم قاطبه، لان مازال هناك يعني صعوبات في استيعاب التعليم الالكتروني والتعامل مع المنصات، لان احيانا كان يعني هناك مجموعه من الاساتذه تتكون عندنا محاضره وكيلقاو صعوبه يعني في التعامل مع هذه الاليات الحديثه. فاذا التعليم الالكتروني كذلك لابد من ان تعميم الشبكه بالعالم القروي وبجميع المؤسسات التعليميه، يعني بدل من ان يكون الاقتصار على 80% و 20% من المؤسسات لا زالت محرومه من تغطيه ديال الشبكه، وبالتالي يستحيل معها استعمال يعني التعليم عن بعد او التعليم الالكتروني. بالنسبه للاسر لابد يعني من مد التواصل مع الاسر، وتكون يعني هناك تكوينات يعني سريعه من اجل ان يمكن الام او الاب انه يتعامل مع هذه الاليه الالكترونيه، ويمكن له يفهم الابناء ديالو. كذلك المغرب يجب ان يفتح جامعه ديال التعليم عن بعد، بدل من ان ابنائنا يهاجرون الى دول اخرى والعمله الصعبه يعني تخرج خارج المغرب، فاذا تكون واحد الجامعه ديال التعليم عن بعد، لان هذا هو المستقبل ديال التعليم. راه مستحيل ان مع يعني مع التقدم التكنولوجي ومع استعمال الاليات التكنولوجيه ان وانتشار المنصات وتعددها، فانتم انتم اهل الاعلام وتعرفون يعني الى اي حد وصل يعني هذا التعامل التكنولوجي ديال اليات التعليم عن بعد او التعليم الالكتروني. فاذا اما ان نكون او لا نكون، هل نريد لابنائنا انهم ان يندمجوا وان يكونوا في الحداثه التكنولوجيه، وان المجتمع كيف ما كنشوفوا راه كاين التطبيب عن بعد، هناك التعليم عن بعد، هناك يعني تكوينات عن بعد. فاذا التعليم الالكتروني خرج واحد الجيل ديال التلاميذ انهم لا يستوعبون شيئا. لماذا؟ فقط لان هناك يعني عوائق ديال التعليم الالكتروني، اما انهم ما كيفهموش ما كيستطيعوش يدخلوا لهذه المنصات اللي كيتعامل معها التعليم الالكتروني، او لان الواتساب يعني هي واحد الاليه ضعيفه جدا، ان كيكون فيها اوديو ديال الاستاذ وما لا يكون هناك التواصل. التلاميذ ماذا نريد لهذه التلاميذ؟ هل يمكن ان يعني كتكون واحد التكوين ضعيف جدا؟ فاذا اما اذا كانت يعني الاليات مثلا زوم او لا تيمز ولا يعني، فاذا كيكون هناك واحد المباشره ما بين الاستاذ والاستاذه والتلاميذ، ويكون هناك نوع من التجاوب. واسجل بايجابيه ان التعليم العالي فيه هذا التجاوب، بحيث انني حضرت مع مجموعه من الطلبه، ان الاستاذ يلقي المحاضره والطالب كيسجلها، ويكون هناك يعني كيمكن الطالب كيدخل وكيعرف فين يمشي كيقول انا كنطلب الكلمه، والاستاذ كيشوف شحال من طالب الكلمه وكيعطيه الكلمه، وبالتالي كيكون هناك تجاوب. هل التلميذ الصغير
في الابتدائي وفي الاعدادي غير يقدر يدير هاد العمليات بلا ما يكون تكوين يعني في التعليم الالكتروني. هذا العبث. فاذا اما ان نكون ابناءنا واما اننا غنبقاو نديرو تعليم عورج ونقولوا بان راه حضوري والتعليم الذاتي والتعليم عن بعد وحنا راه ما كاين والو، غنخرجوا جيل من ديال التلاميذ اللي جاهلين ما مستوعبين لا رياضيات ما مستوعبين لا لغات لا اي شيء. فاذا هذا صوت مواطنه بسيطه التي لها غير على التعليم، لان سبق لي كانت عندي جوج تجارب. التجربه الاولى هي ديال التعليم ان الخدمه المدنيه قضيتها بالتعليم وفي العالم القروي، واعرف ما هو العالم القروي، كاين انعدام الوسائل، ما كاينش وسائل النقل، كنطلعوا فوق الدابه يعني الاباء الا طلبتيهم ما كيجيوش عندك، لانك انت خصك تبنى ديك التلميذ كانك انت الاب او الام ديالو. بالاضافه انني كنت يعني رئيسه مصلحه التعليم عن بعد، وهاد التجربه كانت عندي في 2002، ولكن بكل اسف ان ما سمعني حد، لانني قدمت مشروع في 16 جهه ملي كانت 16 جهه من اجل بدايه التعليم عن بعد، ولكن لا حياه لمن تنادي. فاتمنى الا يكون في كل مره لا حياه لمن تنادي لاطفالنا وابنائنا اللي كيستحقوا منا تعليم جاد الكترونيا وحضوريا وذاتيا. وشكرا.